كمان يأجرهم أراضي يعملوا عليها البزنس تبعهم، إنه أعطوه فكرة أو حاول. مباراة سنوية بتصير كل سنة عليها عدة مراحل، والمرحلة النهائية الفريق الفائز بتيح له إنه يفوز في $1,000,000 بحيث إنه ينشئ أعماله الخاصة. هدف هذا اللقاء هو كان اللقاء التعريفي الثاني، استقطابنا كان جدا مميز عما سبق بحيث إنه الطلاب يتعرفوا على مسابقة هالت برايز وشو إجراءاتها، ونحمس الطلاب لحتى يسجلوا، وعندنا إحنا قصص نجاح سابقة كفرق تنافست وطلعت على تونس، وفي عندنا فريق طلع على لندن، وأنا من ضمني كان كنت بتنافس السابق وتأهلت أطلع على لندن. فإحنا هاي دعوة عامة لكل الطلبة، طلبة جامعة خضوري، أنا بالنيابة كمنسق محلي عن مؤسسة هالت برايز بدعوكم جميعا للمنافسة في مسابقة هالت برايز العالمية لتطلعوا في حلول للمشكلة الاجتماعية من خلال أعمالكم الخاصة.